بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالإخوة الكرام في هذه الفقرة لتعليم اللغة الفرنسية مع كتاب بيالليغ اي كومبخوندر كالعادة. إذن طبعا انتهينا مع لوسون ف كي سيكري سوا افك اف سوا افك بي اش. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى صوت غ، صوت غ. Pour l'instant, nous allons voir le son G qui s'écrit avec G ou bien, dans d'autres mots bien sûr, avec G accompagné de la lettre U. Et donc, d'abord, le son G, ممكن أنه يكتب G واحدة وممكن أنه يكتب G مع U كما عندنا هنا. إذن هذه الكتابة تعطينا الصوت G. G. إذن كما نلاحظون عندنا après une longue marche après une longue G. Longue G. Après une longue marche. Le chien est fatigué. Le chien est fatigué. Est fatigué. Il tire la langue. Il tire la langue. Une grande langue rouge. Une grande langue rouge. Après une longue marche. بعد سير طويل. La marche, يعني سير. شي واحد تيقول أنا تنعمل لا مارش. يعني المشي أنت تتمشى. يعني أنو تتمشى. Après une longue marche, بعد سيرين طويل. Long, المقصود بها طويل. أو بالأحرى كما عندنا هنا طويلة. لأن كلمة لا مارش هي كلمة مؤنثة. Après une longue marche. إذا بعد سيرين طويل. بعد سيرين طويل. Le chien, le chien est fatigué. إذا الكلب هو كيف هو؟ est fatigué. أنه تعب. أنه تعب. إذن الكلب تعب. أصابه التعب. Il tire la langue. Il tire. Il tire la langue. إذن هو كما تنقولو تيجبد اللسان ديالو. Il tire la langue. هو يطيل. هو يطيل ماذا؟ لا لونغ، لسان. يطيل اللسان. كما نقول بأنه يطيل اللسان. كما نقول بأنه هو يطيل اللسان. كان لسانه قصير ثم هو يطيله. Il tire la langue. المقصود أنه هو يخرج لسانه. ولكن هنا ما عندناش هو il sort sa langue. Il sort sa langue. ما عندناش هنا il sort sa langue هو يخرج لسانه، بل عندنا هنا il tire sa langue هو يطيل لسانه، كأن لسانه قصير وهو يطيله. Une grande langue rouge. Une grande langue langue rouge. إذا نتكلم عن لسان كبير أحمر. لسان كبير أحمر. ولكن هنا في الحقيقة ما عندناش لسان كبير، عندنا لسانة كبيرة حمراء. إذن لأن كلمة لا لونغ هي كلمة مؤنثة، اللسان في اللغة الفرنسية كلمة مؤنثة. إين غروند لونغ روج. إذن أبخي إين لونغ مارش لو شيا إي فاتيغي إيل تيغ لا لونغ إين غروند لونغ روج. إذن بعد سير طويل، بعد ما تمشاو مسيرة طويلة، بعد ما تمشاو يعني مسافة طويلة، الكلب عيا. الكلب عيا يعني أنه تعب. بعد ما عيا بدا تيطول اللسان ديالو، تيخرج لسانه طويل. ثم عندنا هنا لسان كبير أحمر. أبخي أون لونغ مارش لو شيا إي فاتيغي إيل تيغ لا لونغ أون غروند لونغ روج. أبخي هنا غو غي 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 غير غي
gay. Ge, gay, gay, gui, gir, gay, gay. ثم عندنا gui, égal à gui. إذن عندنا هاد gui تنطق مثل هادي gui. هاد الصوت التي تكتب ج U Y أو ج U I نضيف هاد U حتى لا ننطق جي، لأن إذا حذفنا هاد إي سننطق هاد الكتابة سننطقها جي، إذا كانت جي مباشرة بعدها إي غايك، أو إذا كانت جي متبوعة بشكل مباشر بإي بدون هاد إي، فهاد الحالة سننطق جي جي، ولكن حتى لا تنطق هكذا نضيف هاد إي، إذا هنا سننطق جي ثم Guy. Eden, tu es bien fatigué. Miro, tu tires la langue. Eden, regardez là. Qu'est-ce qu'elle a dit à Miro? Elle lui dit, tu es bien fatigué. Tu es bien fatigué, Miro. Tu tires la langue. Tu tires la langue. Anta, ta'ibta katiran, ya Miro. Tu tires la langue. Anta, tutil lisan. Tu tires la langue. Tu tires, tu tires, tu tires, tu tires la langue. Anta, tutil, al-lisan. طبعا عندنا le verbe tirer. On a le verbe tirer. إذا عندنا فعل أطال. Tu es bien fatigué, Miro. Tu tires la langue. Tu es bien fatigué, Miro. Tu tires la langue. Tu tires la langue. إذن أنت تعبت كثيرا كما نقول هنا أنت تعبت جيدا ميرو تيتير تيتير أنت تطيل نقول أنت تتجبد أنت تتجبد شنو تيجبد la langue اللسان ensuite nous prenons des mots avec ge d'autres mots avec gay gay et enfin on a des mots avec gui. Nous prenons tout d'abord les mots avec « g ». Par exemple, la fatigue. La fatigue. On a le verbe « fatiguer » et on a le nom dérivé « la fatigue ». La fatigue. Et donc, nous avons le fait « fatiguer » يعني « ta'iba » ou nous avons l'isme « al-mushtaq » la fatigue ». La fatigue. يعني « al-ta'ab ». Al-ta'ab. Une jolie bague. Une jolie bague. Voilà. C'est une jolie bague. Voilà, c'est une jolie bague. Une jolie bague. T'kellem al khatem jamil. La langue. La langue. Voilà, regardez ici. Le chien sort sa langue. Et del kelb yukhrij, mada yukhrij sa langue, lisanaw. طبعا كلمة la langue المقصود بها اللسان. ولكن أحيانا نطلق كلمة لسان على اللغة. نتكلم مثلا عن اللسانيات. نتكلم أحيانا عن اللسانيات. المقصود بها اللغات. لأن اللغة تنطق عن طريق اللسان. نسمي اللغات باللسانيات. إذا ممكن نقول لا لونغ المقصود باللسان، وممكن تعني أيضا في اللغة الفرنسية أيضا ممكن كلمة لا لونغ تعني اللغة. إذا نتكلم عن لي لونغ المقصود بها اللغات، ولكن كما عندنا هنا لا لونغ المقصود بها اللسان. قلنا لا فاتيغ اون جولي باغ لا لونغ. Ensuite, on a des mots avec « gay ». Par exemple, « je suis fatigué ». « Tu es fatigué ».« Tu es fatigué ».« Anta ta'ibt ». On a « je suis fatigué ».« Ana ta'ibt ». « Le malade est guéri ».« Le malade est guéri ».« Al marido est guéri ».« Annahu shufi ».
نتكلم احيانا عن لا غيريزون يعني الشفاء. لو مالاد اي غيري، المريض شفي. ثم عندنا لا غيب، لا غيب. رغادي سور ليماج، سيت اون غيب، سيت اون غيب، سيت اون غيب، لا غيب. اذا نتكلم على، نتحدث عن حشره بالاصفر والاسود تشبه النحله، تشبه النحله دبور او بحال تنقولوا حنا الرزوزيه، لا غيب. اي اون فوا دي مو افيك غي باغ اكزومبل اون غيتار. Regardez là, on a une guitare. On a la guitare. Voilà, c'est une guitare. Une guitare, une guitare. Le guidon du vélo. Le guidon de draja. Le guidon, voilà, c'est le guidon. Le guidon du vélo. Et enfin, on a guignol. Guignol. Regardez là. C'est un guignol. Après une longue marche, le chien est fatigué. Après une longue marche, le chien est fatigué. Il tire sa langue. Il tire la langue. Une grande langue rouge. Gue, 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 gui, guir, gue. Gui, gui. Gui, gui. Tu es bien fatigué, Miro. Tu tires la langue. La fatigue, التعب. Une jolie bague. La langue, la langue. Je suis fatigué. Je suis fatigué. On est ici. Tu es fatigué. Je suis fatigué. أنا تعبت. Le malade est guéri. المريض شفي. إذا نتكلم هنا على الverb guérir. Guérir, guérir. عندنا فعل شافة. La guêpe, la guêpe. Une guitare, une guitare. Le guidon du vélo, le guidon du vélo. Et enfin, on a guignol, guignol, guignol. نتحدث أحيانا عن un spectacle de guignol. Un spectacle de guignol. De guignol. إذا نتحدث عن مشهد دومة متحركة. الدومة المتحركة تسمى guignol. ثم عندنا les vagues de la mer. Les vagues de la mer. إذا نتكلم عن أمواج البحر. Les vagues de la mer. Les vagues de la mer. ثم Guy est venu jouer avec René. إذا Guy أتى إي فوني. جي إي فوني. إذا جي هو أتى. جوي أفيك غوني. أتى يلعب مع غوني. إذا نتكلم هنا. عندنا لو فيغ فونيغ. أون لو فيغ فونيغ كونجوكي أفيك لوكسيليغ إتر. إذا عندنا فعل فونيغ مصرف مع إتر. للحصول على لو باسي كومبوزي. طبعا تيكون عندنا لوكسيليار او بريزون، عندنا لوكسيليار اتر او بريزون. ثم نضيف عليه لو بارتيسيباسي دو فيرب ا كونجيغي. ثم نضيف عليه لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل المراد تصريفه. في حالة فونيغ لو بارتيسيباسي الخاص به هو فوني. جي اي فوني. اذا جي انه اتى. جوي انه جاء. جوي افيك غوني. اذا هو جاء ليلعب مع غوني. لا غول دو شيان، لا غول دو شيان. رغادي لا سي لا غول دو شيان. كمال نتكلم عن فم الكلب. اذا هاد الواجهه التي تخرج اذا نسميها لا غول. كمال نقول فم الكلب. La gueule du chien. Un bouquet de muguet. Un bouquet de muguet. Regardez là. C'est le muguet. Il y a un nom de zohor qui s'appelle muguet. Un bouquet, un bouquet, un bouquet de muguet.
إذا نتكلم عن باقة من هذا الأزهار. أن بوكي، لو بوكي طبعا مقصود به الباقة. أن بوكي دو ميغي، إذا نتكلم عن باقة من هاد الأزهار. إن فيغ، إن فيغ، إذا نتكلم عن فاكهة التين، فاكهة التين. إن فيغ، إن باغ أو دوا، إن باغ أو دوا. غادي لا، غادي سور ليماج، أون إن باغ أو دوا، أو دوا. إذا نتكلم عن خاتم للأسبوع. إن باغ أو دوا، خاتم في الأسبوع. إن باغ أو دوا. لو شيان غيد لو بوفر أفيغل، لو شيان غيد لو بوفر أفيغل. لو شيان غيد، أون إيسي، أون إيسي لو فيرب غيدي، غيدي. إذا غيدي يعني أنك تقود، تقود. إذا لو شيان غيد، أحيانا تنتكلمو على لو غيد. الدليل هو الشخص الذي يدل السياح على المناطق. أو نتكلم عن لو غيد، نتكلم عن دفتر صغير يعني يدلك على أهم المناطق والمعالم السياحية، ويدلك على الاتجاهات إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن لو غيد. إذا هنا عندنا لو فيرب غيدي، يعني أنك تقود، تقود في اتجاهات معينة. إذا لو شيا غيد، إذا الكلب يقود. لو بوفر أفيغل، الأعمى الفقير أو الأعمى المسكين. حيث كلمة لو بوفر ممكن تعني فقير أو مسكين. ثم عندنا إن جاب أبيكي بيبي، إن جاب، إن جاب أبيكي، أبيكي، أبيكي بيبي. إذا نتكلم عن إن جاب، أنها كما نقول وخزت، المقصود بأنها لسعت، لسعت من؟ بيبي، بيبي. لسعت الرضيع، لسعت رضيعا. بيبي أمال، بيبي أمال. إذن الرضيع عنده السوء، إذن الرضع أصابه السوء طبعا بسبب هاد اللسع. il pleure، il pleure، هو يبكي. ici on a le verbe pleurer، ici on a le verbe pleurer. إذن هنا عندنا فعل بكى. شيت، بابا a beaucoup travaillé. اصمت، أبي عمل كثيرا. بابا a beaucoup travaillé، بابا a beaucoup travaillé. il est fatigué، il dort، هو تعب. il est fatigué، هو تعب. il dort، هو ينام. هنا عندنا لو فيرب fatigué، هنا عندنا لو فيرب fatigué. ثم عندنا لو فيرب dormir، dormir فعل نام. هنا طبعا عندنا لو فيرب travailler. اذا شيت، بابا a beaucoup travaillé، بابا a beaucoup travaillé. اذا ابي عامل كثيرا. بابا a travaillé، بابا a travaillé، أبي عامل. بابا a beaucoup travaillé، أبي عامل كثيرا. il est fatigué، هو تعب. il dort، il dort، هو ينام. ميشيل est malade، ميشيل est malade. إذا ميشيل هو مريض. voici le docteur، voici le docteur، voici le docteur، voici le docteur. ها هو الدكتور، ها هو الطبيب. montre ta langue، montre ta langue، اظهر لسانك، خرج لسانك، وري لسانك. هنا عندنا وري لسانك، المقصود بها خرج لسانك، اخرج لسانك. montre ta langue، اظهر لسانك. سوني غيان، سوني غيان، ليس هناك شيء. سوني غيان كما نقول ليس هناك شيء. c'est un peu de fatigue، c'est un peu de fatigue، إنه قليل من العياء، إنه قليل من العياء. c'est un peu de fatigue، إنه قليل من التعب. tu as trop joué، tu as trop joué، tu as trop joué، أنت لعبت كثيرا. tu as joué، أنت لعبت. tu as trop joué، أنت لعبت كثيرا. un peu de tisane، deux jours de repos et tu seras guéri. un peu de tisane،
un peu de tisane, un peu de tisane, 2 jours de repos, et tu seras guéri. Et tu seras guéri. Et tu seras guéri. Un peu de tisane, 2 jours de repos, et tu seras guéri. كلمة تيزان تعني شايب الأعشاب وممكن تعني أيضا لويزا عشبة اللويزا بالخصوص حين نتحدث عن ناقيع أعشاب إذن un peu de tisane إذن كما نقول شيء من شيء الأعشاب أو شيء من نبتة اللويزا دو جور دو روبو ثم تأخذ يومين من الراحة طبعا الروبو المقصود به الراحة ومنها فعل se reposer يعني فعل ارتاح deux jours de repos يومان من الراحة et tu seras guéri et tu seras guéri وأنت ستكون ستكون عندنا être في le futur simple et tu seras وأنت ستكون guéri ستكون مشفي وأنت ستكون شفيت المقصود وأنت ستشفى هنا عندنا et tu seras guéri وانت ستكون guéri يعني مشفي طبعا كما قلنا c'est le verbe guérir c'est le verbe guérir اذا نعيد les vagues de la mer Guy est venu jouer avec René la gueule du chien la gueule du chien un bouquet de muguet une figue une bague au doigt, le chien guide le pauvre aveugle, une guêpe a piqué bébé, bébé a mal, il pleure. Chut, papa a beaucoup travaillé, il est fatigué, il dort. Michel est malade. Voici le docteur. Montre ta langue. Ce n'est rien. C'est un peu de fatigue. Tu y as trop joué. Un peu de tisane, 2 jours de repos, et tu seras guéri. Es-tu guéri? Es-tu guéri? هل أنت شفيت؟ واش تشافيتي؟ إي تو غيري؟ مونتخ تا لونغ، مونتخ موا تا لونغ، أظهر لي لسانك، مونتخ موا تا لونغ، أظهر لي لسانك، أخرج لي لسانك، تو يي فاتيغي، أنت تعبان، أنت عندك تعب. تي فاتيغي انت تعبت اذا نستأنف في الفقرات القادمه حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله